خليني اقول لك حضرتك، لكن مش كل المرحله الاولى بيجي له اللي هو كاتبه اول رغبه او ثاني رغبه. ما هو دي بقى دي القضيه الاساسيه، ولا الرغبه ال10 ولا الرغبه ال20 ولا ال30. لابد ان نضع في اعتباري انا كطالب ان الرغبه اللي هتجي لي رقم 70 او 75، فلازم ارتب كل هذه الرغبات عشان ما ارجعش بعد كده انتظر في السبنسة في الاخر عشان احول للكليه اللي انا عايزها. طب ما قدامي من الاول لابد ان اضعها في الاعتبار. الحاجه الثانيه، لابد ان احنا نبتعد عن مستشاري اختيار الكليات بالفلوس اللي طلعوا على الـ على الـ على السوشيال ميديا. في بقى الدولة موفرة تسهيلات كثيرة جدا في كل جامعة من الجامعات، في معمل وفي مكان لوضع الدرجات ووجود الآباء والأمهات وأولياء الأمور مع الطلاب للاختيار، وفي أستاذ متخصص في كلية دي داخل الجامعة للمساعدة في وضع الرغبات ووضع هذه الأمور. فلابد ان احنا برضو نستشير هذا، لان الموقع حضرتك، الموقع استاذ مصطفى، الموقع الجغرافي مهم جدا. ما بقاش انا ساكن في اسوان واكتب جامعه القاهره وجامعه عين شمس، طبعا انا عندي جامعه اسوان موجود فيها كل الكليات، فلابد الموقع الجغرافي، لان الكمبيوتر هيرفض ان انا احط رغبتي مختلفه عن المكان اللي حصل مين نوع الثانويه العامه. إذا الكمبيوتر نفسه ممكن يرفض؟ يرفض طبعا. يعني متبرمج ان انا حتى لو كتبت حاجه غلط هو نفسه مش طبعا أقبر. لان عنده القواعد المبرمج عليها اللي هو الدرجه الكليه، الدرجات الفرعيه بيغذيها، بعد كده موقع المدرسه اللي خد منها الثانويه العامه موجوده، فدي بتحدد له عدد من الكليات داخل الجامعات محدد ليه. يعني انا ما بقاش في مصر الجديده واكتب جامعه القاهره، ما انا قدامي جامعه عين شمس. فدي نقطة مهمة يا أستاذة هبة، لابد إن احنا نراعيها، الموقع الجغرافي بالإضافة إلى الدرجة الكلية للمواد المؤهلة لرغبة الطالب. رغبة الطالب يعني معلش معذرة، خلي رغبة الطالب رقم واحد، لكن أنا كأب وكأم وكإخوة بنقعد معاه بنناقشه هل رغبتك دي تتفق وميولك بتتفق مع درجاتك؟ ما أنا عاوز أبقى في الهندسة لكن درجاتي مش كويسة. طب في كليات بيبقى جواها تنسيق داخلي وبيبقى جواها كليات صغيره. قدرات. لا يعني زي مثلا كليه البنات او كليه التنميه عندنا، تخصصات التجارة، رياضه، فيزياء، كيمياء، احياء، دي مواد علميه. عندنا مواد اللغات الاربعه، العربي والانجليزي والفرنساوي والالماني، وعندنا العلوم الاجتماعيه. ازاي اعرفها؟ يعني انا معلوماتي مثلا انك لو جبت مثلا درجه كويسه في كليه علوم دي بقى فاحياء تطلع طب. دي بقى نتيجه للضغط والوساطه من الذين يعني ذوي المكانه او من غير ذوي المكانه، لا قيمه لهم، لان بيحطوا الدرجات. بقول قسم اللغه الانجليزيه في كليه التربيه جامعه عين شمس الدرجه من 60 هياخد لغايه 52. والله اللي واخد فوق 52 فاكثر وما اتخدش يقول لنا يتحط اسمه، لكن واخد اقل ما يتحطش